بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نحييكم اجمل تحيه بتحيه الاسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الاثاره والتحديات لا زالت مستمره مع انطلاقه هذه الاشواط الصباحيه التي نتابعها مع حضراتكم لسن الحقائق مسافه 3 كيلومترات، مع بدايه انطلاقه المحلي الرابع الذي نتابعه هنا مع انطلاقه هذا المسار والتحديات الجميله. هكذا أعزائي المشاهدين ينطلق شوطنا 14 من أشواط هذا الصباح. نتابع البداية والمقدمة، شوط للقعدان، والأعداد كبيرة تنطلق في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل. نلحق بالبداية والمقدمة لنتابع. هناك جلاد مع مقدمة هذا الشوط، عمير بن عبد الرحمن بن عمير النعيمي يقدم لنا جلاد مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل زاهي ليغير في هذه اللحظة، يخطف صدارة هذا الشوط. عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم لنا هناك انطلاقة زاهي مع البداية مع الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني، أتابع مشاهدينا الكرام السيف مع المركز الثاني العامر بن محمد بن عامر الجفال النعيمي يأتي بانطلاقة السيف مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء وصل في هذه اللحظة بهذا التدخل المباشر مهاوش وانطلاقة ممتازة مع المركز الثالث يقدم في هذا المسار راشد بن هادي بن علي القرح، بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، بدأ في التقدم الجميل الحذر العلي بن سعيد بن صالح الجربوع المري. المركز الخامس ما شاء الله على التدخل الجميل من الوذن، وصل ليحتل المركز الخامس النمر بن راشد بن زيد بن محسن الديلة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز المنطلقة، وما خلف الخمس هناك اسماء كبيرة تنطلق ما بين حنايا ميدان التحدي ميدان الشحانية في انطلاقة هذا الشوط من الاشواط المفتوحة. نعود الى المقدمة، الصدارة والبداية، ما شاء الله انطلاقة ممتازة لزاهي مع مقدمة هذا الشوط ومع تحديات البداية والصدارة. هناك ينطلق بأيضا ناموس هذا الشوط وتحدي هذا الشوط حتى هذه اللحظة. عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم لنا زاهي مع البداية مع الكادر العلوي في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام نتابع هناك الوجود من الحذر مع المركز الثاني العلي بن سعيد بن صالح الجربوع المري يقدم الحذر مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز بدأ في التقدم في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف المنافسة الجميلة والتحديات التي نتابعها مع انطلاقة هذه المسارات الصباحية الجميلة. سياف مع المركز الثالث الناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني المركز الرابع. الله الله الله، بدأت الأسماء في الاقتراب، وأتابع في هذه اللحظة من وصل مشاهدين الكرام الواعي فيصل بن هادي بن حمد البريد المري المركز الخامس. أول ظهور وأول تحدي جميل هناك من اللي وصل مشاهدين سهم العلي بن سلطان بن علي العلي المعاضيد. هذه النتيجة 500 متر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية، ولا زال زاهي هناك يزهو بمقدمة هذا الشوط وبتحديات هذا الشوط حتى هذه اللحظات. يقدم هذا الإبداع الجميل، يقدم هذا التحدي الرائع والممتاز مع مقدمة هذا الشوط عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم زاهي، وزاهي هو البداية والصدارة، ولكن الخطورة قادمة. الله 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 الله، شوف المنافسة، الله يا بالعري على هذا الحضور مع الحذر علي بن سعيد بن صالح الجربوع المري غير في هذه اللحظة، انطلق بناموس الشوط الحذر الصدارة، الحذر هو الذي يخطف ناموس هذا الشوط وهو العلامة الفارقة. سلام الحذر، سلام سلام الحذر، سلام سلام للجربوع على هذا الانتصار المشرف في انطلاقة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام زاهي مع المركز الثاني عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث سياف الناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني، بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل مع المركز الرابع وكان الحضور لصدام المحمد بن راشد بن حمد الهاجري، بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام
وصلنا مع المركز الخامس الفاتن العبد الله بن صالح بن حمد ابو شريده العذبه. هذه النتيجه مشاهدي الكرام متابعين الافاضل والحذر، هو من حقق ناموس هذا الشوط ليهدي هذا الانتصار لعلي بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. هكذا مشاهدي الاعزاء نتابع ايضا اللقطات لساعة وصول الحذر الى خط النهاية، محقق 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 28 ثانية، 6 اجزاء من الثواني. تهانينا لعلي بن سعيد بن صالح الجربوع المري على فوز الحذر في هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام من وصل في زاهي، محقق 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 29 ثانية، 5 اجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري على فوز زاهي بالمركز الثاني في هذا الشوط. بينما المركز الثالث من وصل مشاهدين السياف، محقق 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 32 ثانية، 3 اجزاء من الثواني. تهانينا الناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفران على